مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنعمل النقانق الصحي، هو مناسب للكيتو دايت ولمرضى السكر وأيضا مناسب للأطفال، كتير هو سريع وسهل. يلا روح على الوصف. فلي الدجاج 500 جرام نصف كيلو، جبنة 50 جرام أي نوع من الجبن اللي بنستخدمه للبيتزا، 10% من وزن الدجاج، يكون ملح معلقة صغيرة، فلفل أسود نصف معلقة صغيرة، بصل مجفف أو بودرة معلقة صغيرة، ثوم مجفف أو بودرة معلقة صغيرة، هو أساسي الثوم، فلفل الحار أو الحلو حسب الذوق، ممكن إضافة لون طعام أحمر مع الفلفل، أنا ضفت لون طعام أحمر، ممكن إضافة البنجر، عصير مية البنجر. يجب طحن جيد حتى يصبح ناعم، لازم يكون مثل هيك ناعم، مثل هيك لازم يكون ناعم. شاهدوا الفيديو للآخر عشان أفرجيكم شو البدائل. النايلون، هذا النايلون هو صحي، فلا تتأثروا من إشاعات تطلع بقول غير صحي. إذا كان هذا مخصص للطعام فهو صحي، أما لو كان غير مخصص للطعام فهو غير صحي. مثل ما أنتم شايفين هذا مخصص للطعام، مرسوم عليه طعام ومكتوب عليه أنه هذا مخصص للطعام، وأيضا بدخل الميكرويف، نضغط الطبق فيه وبندخله الميكرويف من شان يحتفظ بالرطوبة، هو صحي. النايلون هو نايلون بديل للأمعاء، ولكن الأمعاء مش دائما بتكون متوفرة، وفي ناس ما بتحب الأمعاء تعمل بالأمعاء. بالأمعاء نوضع معلقة كاملة كبيرة، يعني تقريبا 70 جرام، وبنوضع فراغ من الخلف في النايلون وبنلفه مثل ما انتم شايفين بالسهم، بنضغط من تحت وبنسحب لجوا مشان ما يكون في فراغات مثل ما انتم شايفين، بنلفه حتى لو دخل ماء فيه اثناء الطهي ما بأثر. بعملكم كمان واحدة عشان تعرفوا كيف تلفوه بالضبط. هيك نوضع 70 جرام، معلقة كبيرة تقريبا حسب انتو كيف بدكو الوزن، بنلفه وبنضغط من في اصبع وبنضغط للداخل منشان ما يكون في فراغات، وبنلفه وبنضغطه قليل مثل هيك. خلص هيك جاهز. نوضع النقانق في الماء الساخن، مدة الطهي 15 دقيقة. هيك أصبح جاهز. هيك حفرجيكو بدائل كيف انتو ممكن تقدمو، ممكن احنا نقدمو شوي مثل هيك، وممكن نقدمه بطريقة تانية. شوفوا كيف شكله كيف من الداخل، كتير هو روعة وكتير مميز وصحي، هو مناسب للكيتو دايت لمرضى السكر وأيضا للضغط، كتير هو حلو وروعة. ممكن نعمله مع البصل والثوم ومعجون الطماطم وقليل من الزيت وبنقدمه، يعني مع شوية خضار وبنقدمه، نطهي ربع ساعة على حرارة منخفضة، كتير هو هيك مميز وروعة. ممكن نقدمه بخبز الكيتو أيضا. خلينا نتذوقها مع بعض. بصراحة الطعم كتير روعة، بالخاص انتو عملتوه بالبيت. بخصوص الخبز، هذا خبز بدون اي نوع دقيق، اللي ما شاف الوصفة، الوصفة موجودة تحت في صندوق الوصف. في امان الله.